لما تيجي بقى تروح تاكل ايه؟ خد العجل بس مدخن ومستوي في 7-8 ساعات تدخين، يبقى احنا بنتكلم عن دراجوز يعني مفيش كلام. حاجة بقى ايه؟ زبدة. زبدة طبعا لو بناكلها في مصمت هيبقى اسمها لحمة راس، لو بتاكلها في دراجوز هيبقى اسمها بيف شيكس، صح كده؟ بيف شيكس. يا خبر ابيض. ايوه ايوه أي الله 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 الله. واو 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 واو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني النهاردة معايا باسم دنيا يا جماعة، من أصدقائي الأعزاء، وطبعا من الناس اللي عملت معاهم اقوى فيديوهات حصلت على صفحه شواحه ما تطلبهاش من اول ما بدات. باسم صاحب محلات دراجوز للحمه المدخنه، وهم الناس اللي كان ليهم سبق في مصر ان هم يعملوا اللحمه المدخنه في مصر. لاول مره في مصر عاملين ايه؟ بيف شيكس، سموك بيف شيكس، لاول مره في مصر بلحمه مصري بلدي. اللي هو ايه بقى البيف شيكس ده؟ البيف شيكس دي اللي هي خدود، خدود البقر، خدود العجل. خدود العجل يا جماعه، دي قطعيه صعبه جدا محدش اشتغلها في مصر لحد دلوقتي، احنا ان شاء الله اول ناس نعملها في مصر. بتتميز القطعه دي ان هي فيها جيلاتين، ما فيهاش فاتس كتير، يعني اللحمه قريبه لحمه الموزه كده. وبتتدخن في قد ايه برضه؟ بتتدخن في افريج 7-8 ساعات. سبب بتاخد اقل شويه من الشورت ريبس وال تمام. وانت لسه عندنا البريسكت والشورت ريبس وكل الاشياء، كل الايتمز يا جماعه. اللحمه المدخنه يعني دراجوز، بغض النظر الناس، انا عارف ان محلات اللحمه المدخنه كلهم اصحابي برضه هيزعلوا مني، بس دولت الاساس. من 2019 الناس دي محققه نجاح باهر، وفعلا احلى مكان ممكن تاكلوا فيه الحاجات دي. يلا بينا نشوف حبيبي باسم، بالتوفيق. دلوقتي عايز اعرف حاجه بس، عشان انت كنت بتقول دلوقتي يعني معنى كده ان العجل بيطلع خدين. بالظبط كده، الاوردر خد واحد، يعني العجل خد. طب احنا هنعرف نتصرف في الخدود دي كلها؟ والناس اللي بتاكل لحمه راس هتعمل معاك مشاكل، خد بالك. هو يعني احنا للاسف بنحاول نوفر بقالنا فتره كبيره، بس وصلنا ان احنا ننزلها في حجز سابق، كنا حابين ما نقدمهاش كده يعني تبقى متواجده باستمرار، بس هتبقى بحجز سابق. يعني الناس تخش على الصفحه تحجز، تخش على الصفحه وتتصل بالتليفون تحجز الاوردر قبلها بيوم. طب انت بتوصل يا باسم صح؟ بنوصل، بس البيف شيكس طبعا لسه هنعمل. لسه لا، عموما انت بتوصل لاكتوبر وزايد كلها. اكتوبر وزايد حاليا، واكتوبر كلها وزايد كلها. اكتوبر وزايد. يلا انا عايز اوريك بقى يعني البيف شيكس وهي لسه لحمه، تشوف شكلها عامل ازاي وازاي بتتشفى، التجهيز بتاعها. يلا بينا. قبل ما دراجوز طبعا بطل من ابطال التدخين في مصر، الشيف سعد. عامل ايه يا نجم مصر؟ الحمد لله والله. معرفش الناس بقى الراجل ده فاكرين اللي قاعد يقطع لنا البريسكت والشورت ريبس، وطبعا عالمي، وانا مبسوط ان انا قابلتك النهارده. ايه موضوع الخدود ده؟ دي حاجه جديده ان شاء الله ننزلها ان شاء الله. هي دي الخدود. ده الخد ده كده الخد اللي طالع من جنب لحمه الراس. تمام. ده الفرق بينه بقى او احنا هندخنه دي بسبب الجيلاتين اللي جواه. تمام. دي ان شاء الله لما تشوفها دلوقتي مستويه هتشوف ايه الفرق ما بينهم. ايوه يعني في مستوي، بس مش هنقعد 7-8 ساعات. المره اللي فاتت بيت معاك فاكر؟ حبيبي بتتبلها ازاي برضو؟ ملح وفلفل برضو ولا بتاكل حاجه ثانيه؟ ملح وفلفل وخلطه كده، شويه توابل على توابل بس. توابل. ما بتاخدش اي حاجه سوفت يعني؟ ما بتاخدش بصل؟ ما بتاخدش حاجات بسيطه كلها خالص. تمام. طبعا يا جماعه شكل اللحمه يتاكل ني، في ماربلز بقى اللي بص شكلها حلو. الناس اللي بتحب لحمه الراس هتنبسط خالص، وغير هي اصلا كمان اكيد انا متوقع انها تبقى مختلفه. طبعا بقى يا جماعه ده السموكر الجميل بقى اللي شبه القطر بتاعنا الحلو اللي بيتدخن فيه الاشياء. ده بيت النار. ها ده بيت النار، ده اللي بيسوي، دي الحراره اللي بتسوي اللي بتطلع بتخش على السموكر يبقى فيها اللحمه دي يا جماعه نفسها وبتسوي. وده الحطب بتاعنا اللي انا بنستخدمه اللي هو شجر البرتقال والتفاح، صح كده ولا احنا غيرنا حاجه؟ صح. تفاح. يلا يا باشا. ده كل دي خدود مستويه؟ كل ده وفي تاني. ما شاء الله ما شاء الله. كده انت هتحط بقى الاول ني. هي دي هتتحط زي ما هي كده. هتاخد 3 ساعات تدخين. 3 ساعات من غير ما تتغطى. من غير ما تتغطى زي ما هي كده. وبعد كده بعد 3 ساعات تتغطى. هتلف سيلفر بقى ومستنيها لحد ما تستوي. يلا بينا يا كبير. الله. لا بس دي مش خدود كده، دي ده كميه اكبر. ايه دي؟ دي شورت ريبس. الله. ودي البريسكت. طبعا انت عارف ان الشورت ريبس بتاعتك دي يعني هي ساهمت في تخني سنين اللي فاتت دي، ومن الحاجات العظيمه جدا يعني. دي بقى ايه بقى شورت ريبس دي؟ شورت ريبس.
حلو قوي الكلام ده، حلو قوي الكلام ده يا جماعه. بس انا جاي للخدود النهارده، بس ايه مفيش مانع ان انا اخد حته شورت ريبس كده واحنا قاعدين، لان خطيره. العب العب العب. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. هو ده الكلام. خلاص خلاص يا صاحبي. خلاص يا صاحبي. يا خرابي يا اقفل اقفل، هتتعبني معاك دايبه يا جماعه. خدوا بالكم يعني ايه، تحس ان تحس للوهله الاولى ان هي شكلها ايه، ان هي شكلها مش مستويه. دي مش مستويه، دي مستويه في 16 ساعه. 16 ساعه صح كده ولا ايه؟ معانا العشاء. انت هتدوقني والله. انا احب الحاجات، انا احب جدا الشغلانه دي. اديني وانا ضايع شويه باقي عسل كده. اسيادنا الراضيين عليك والله. خطيره يا جماعه دي بريسكت بقى دي. ها بس انا عايز حته من بوين من بوين. انا ليه انا تعرف ايش في الديون قوي يا حاسس الفاتس حاسس الفاتس كلها. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله. ايه وجع القلب ده؟ ايه وجع القلب ده؟ طيب الزبد الزبد ده. قال لك دي الزبد دي الجزء الفلات طبعا. ده الجزء بتاع الناس اللي عامله دايت بالظبط كده. الناس اللي مالهاش في الدهون في السمين شويه. بصوا اللحمه خطيره ما شاء الله. خش بقى على ايه بقى؟ ايوه على التقيل. على التقيل بقى. بص كده معايا. يا عيني على الصبر. ايوه ايوه ايوه. سهله سهله ممتنعه سهله. ايوه ايوه. الناس اللي بتحب الدهون زي تقول له جيب لنا من البوينت مش من الفلات، عشان يجيب لكم الحته دي تحديدا. الحته دي تحديدا. شويه بقى ايه. بص بص في خيل العب يا سمك العب. وطبعا اللي مش عايز ياكلها بالعسل في باربيكيو صوص وفي اوبشنز تانية يعني. في حاجات كتير تانية. في حاجات كتير يعني. انا كده مش عارف اخد الخدود. لا ما هناكل خدود بقى ضروري. تسلم ايدك. انا بحبك حبيبي يا شيخ. السجق الغريب العجيب اللي هو له مشوي وهو مدخن وطعمه غريب ومن غير عسل بقى. ده مش محتاج ده. اتسلى بقى اتسلى. اقسم بالله اقسم بالله مش عشان الناس دي صحابي ولا عشان بحب المكان ده ولا عشان محبب لقلبي ولا الكلام ده كله. اقوى سجق في مصر. وبيتقال ان انا قلت قبل كده عملت مسابقه ايه اقوى سجق، قلت لكم اقوى سجق هو دراجوز. حقيقي غير ان حاجاتهم كلها حلوه، السجق بتاعهم مختلف تماما وطريقه السوا بتاعته مختلفه. دراجوز موجود يا جماعه في الشيخ زايد فرعين، وفي 6 اكتوبر قدام جامعه اكتوبر فرع. هتخشوا على البيج بتاعتهم دراجوز هتعرفوا كل التفاصيل. وبيتقال انه اغلب الناس اللي بتتابعني من زمان راحوا جربوا دراجوز بعد الفيديو الاولاني وعجبهم ولسه بيقول لغايه دلوقتي. يلا بينا بقى نروح عند الخدود. طبعا من ساعه فيديو دراجوز الاولاني وكل ما تقول لي انت رايح فين اقول لها انا عند دراجوز، او تكلمني تقول لها عند دراجوز عامله معايا مشكله تقول لي لازم تاخدني معاك. فالنهارده لما باسم كلمني عشان اجرب الخدود جبتها معايا. امي ابني امي ابني في دراجوز. مالك انت محرجه ليه؟ ما تحرجيش. الله في ايه؟ مش انت عايز تيجي دراجوز؟ اديني جبت دراجوز اهو. مفيش حاجه بعد كده. انت محرجه ليه ما تسلمي على الناس؟ السلام عليكم. يعني انت عم مصوره معايا مثلا 20,000 فيديو وجاتك مكسوفه، حاجه غريبه اقسم بالله. طبعا الشيف سعد كبر الموضوع على الاخر، يعني هو احنا جايين في تجربه بس كده، احنا جايين في عشاء وبيات. يعني بصوا كده بص ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ ان شاء الله تبقى اول مطعم نقدمها ان شاء الله في مصر. الله 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 الله. ده الخد الخد ده الخد الخد الجميل دي. ده خبر ابيض. ايوه ايوه الله 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 الله. واو 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 واو. اتفضل بقى الحته اللي عندنا. ايوه في حته كده
انا هعمل نفس الحركه اللي عملها الشيف سعدي. تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ايوه فعلا. بس هو طبعا هو عالمي بيعملها في ثانيه. بس بصوا العمليه ايه. وطبعا ايه قبل ما انا ادوق قبل ما ادوق كده ايه احنا الاول هندوق من غير عسل ومن غير الحاجات دي عشان نعرف الطعم عامل ازاي. ماما ما تقوليش انت كده. ماما باين بنتي قوي انك اول ما حطيتها في بوقك قلتي حلوه. الناس تقول ان احنا بننصب في الفيديوهات. لا والله حلوه. ادي وقت كده ادي وقت. ايه يا ماما مش كده. تعالوا بقى ندوق. طبعا خلينا نتكلم ان لحمه الراس بصراحه انا قبل ما اجي قلت لباسم حتى ان انا بنسبه كبيره هي هتبقى زفره شويه. طبعا هي مش زفره خالص. هي حته اللحمه حلوه جدا رغم ان فيها فتل ودي حاجه لطيفه يعني. رغم ان اللحمه مهريه بس انت حاسس انك بتندغ لحمه وفي لحمه بتتاكل. مفيش اي نوع من انواع الزفاره نهائي. قريبه شويه من الموزه. قريبه شويه من الموزه كطعم. بس هي مختلفه وفيها زي طعم التدخين فيها طبعا باين جدا. ومش هقدر اتكلم اكتر من كده شريف سعد بس الحمد لله مفيش فيديو كازلك المره دي. ايه ده بقى؟ دي كده بالعسل. دي انت حطيت عليها العسل؟ طبعا العسل موديها حماده تاني خالص. وكده حماده تاني خالص. تعالوا بقى نجربها بالباربيكيو صوص. التتبيله حلوه. ده التتبيله بتاعت التدخين خطيره. مكاكي اعملي بقى الحركه. حتى بص الحركه دي. لا الحركه افتري كده في ايوه تقلبيها تقلبي ايوه لا اسهل معاكي. طبعا لو بناكلها في مصمت هيبقى اسمها لحمه راس. لو بتاكلها في دراجوس هيبقى اسمها بيف شيكس. صح كده بيف شيكس. طبعا احنا لما بنطلب الاوردر بينزل لنا معاه كل انواع الصوصات اللي موجوده. وطبعا هم بصراحه دايما في السايت بتاعتهم عندهم فرايتي رهيبه مع اي نوع من انواع الاكل. حتى لو جاي بتطلب يعني لو مش هتاخد الخدود هتاخد شورت ريبس او هتاخد بريسكت او السجق بتاعهم العالمي طبعا هتلاقي بينزل السايتز اللطيفه دي مع الاكل كله. تعالوا بقى نجربها مع السويت شيلي صوص. اللطيف ان هي لوحدها طعمها حاجه حلوه ومع كل حاجه من الحاجات انت بتسافر بالطعم في مكان تاني يعني. انت عمال تزودها معايا يا سعد خد بالك انا مش هقدر اصلا انت فاهم اللي فيه. دي بقى حته كده زبده كده. بصوا 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 بصوا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لاي حد بقى ايه بيحب الاختراعات الجديده تعالوا دراجوس. بس احجزوا يا جماعه قبل ما تيجوا عشان الموضوع مش كميته مش كبيره. الشيكس نفسها الخدود لازم تحجزوا من على الصفحه بتاعتهم قبل ما تيجوا عشان تضمنوا ان الشيكس هتكون موجوده. وطبعا بقيه الاكل بتاعهم موجود اغلب الوقت. هم بيفتحوا بتهيألي من 12 من 12 الظهر ل 12 بالليل. 12 الظهر ل 12 بالليل على الطريق الصحراوي. احنا في مول افينيو اللي هو بعد لو انت قبل البوابات. لو انت جاي من القاهره قبل البوابات بيكون على ايدك الشمال اللي هو في قريه هاني. وفي 6 اكتوبر فقدام جامعه اكتوبر قدام البوابه الرئيسيه في الشارع الموازي لشارع الجامعه. وفي الشيخ زايد في الصفوه مول موجود برضو ليهم فرع على المحور نفسه بره قدام الشيخ زايد الناحيه الثانيه في صفوه مول صفوه سيتي. المكان نفسه اسمه ناي بارك اللي جوه صفوه سيتي اللي بيعملوا فيه اللي عندهم فيه فرع برضو بيقدموا الكلام ده. الاكل فعلا كله عظيم هنا. والمكان بقى اختراع الشيف سعد بريسكت سيزر سالاد. بس عليها بريسكت. دي لما اكون عامل دايت. دي بتاع دايت اصلا. لا ما هو لما اكون بقى عامل دايت بعد اذنك. انا دايت. دي يا جماعه بقى السيزر سالاد. بس بدل ال بدل ال ما مستخدمين الفراخ عليها مستخدمين البريسكت. زي المكرونه برضو بدل ما مستخدمين في المكرونه لحمه بطريقه معينه هم مستخدمين البيف بريسكت فيها. ودي من الحاجات اصلا فطعم التدخين اللي بيبقى في الحاجات كلها مع بعض. I love you شيف سعد. I love you. تسلم ايدك. ال
الناس اللي بقى لها فتره بتسالوني مش افكار جديده مش حاجه جديده، مدينه جبنا لكم افكار جديده. دراجوز اقدم محل لحمه مدخنه في مصر، وده يعني انا لما جيت من بره كنت بدور على مكان بيبيع لحمه مدخنه عشان اصور معاهم، وبصراحه لقيت الجماعه دول، وبصراحه في تطوير ما شاء الله. الفيديو اللي صورناه قبل كده كان من سنتين بالظبط، الموضوع يفرح انه انتوا دعمتوا الناس دي وجيتوا اكلتوا عندهم وجربتوا، وهم كانوا قد المسؤوليه وقدموا حاجه فعلا محترمه جدا، عشان كده ربنا بيكرمهم وبيتطوروا. ربنا يكرم كل المجتهدين، وبالتوفيق يا باسم. التوفيق يا شيف سعد، وكتر خيركم والله على ان انتوا افتكرتونا عشان نجرب معاكم هذا الاختراع الجلل. خش عليا بقى ايه بحته شيكس كده اللي هو خدود بالحجز يا جماعه، عشان ايه ما تجوش تمسكوا فيا انا بعد كده تقولوا احنا رحنا وما جيناهاش. بالحجز مش لسبب يعني، بالحجز لان هي عددها قليل مش كبير، واي مورد بيورد الحاجات دي شاف الفيديو يتواصل مع باسم، لو جاب زياده يبقى هيبقى موجود طول الوقت يعني.